بس بختلف معاك، اكتر اتنين يفوقوا لك الفرقه هما القلبين دول، بس برضو خلي بالك والشناوي مع كمان مش حارس. ما فايق، انا بقول لك هو مع حارس، ما ما هو دي مشكلة. خد بالك عبد المنعم وحجازي هو اللي بيفوقوا الشناوي، لاحظ كده على تعبيرات وش الشناوي في الفتره الاخيره، طبعا مش في مستواه خالص، بعيد تماما تمام، تماما من تركيزه واللي بتتشاط عليه بتخش، ودي حاله غريبه جدا، تحس ان هو مش مركز. في وقت بقى ده، بقى ده التوفيق. انت مثلا انت وائل جمعة في كأس الأمم في بس 2006 لما بلاقي الاتنين اللي قدامي ماشي، كويسين على فكره بياخد ثقه من بس ورا. انتوا مثلا ممكن في 2006 غلطت غلطه، الحضر جون تلاقي الحضر يشالها، ده بقى التوفيق. الشناوي بقى فبيبين اول غلط لما تدخل، فبيجي الموضوع كله. يعني الشناوي لو كان شال مثلا كوره اللي خبطت في رجل عبد المنعم مثلا وغيرت اتجاهها، ما غيرتش اتجاهها قوي، بس خلينا نقول برضو ان الشناوي مش موفق قوي في البطوله دي، ده مش الشناوي. وطبعا ربنا يوفق جبل، ابو جبل ابو طبعا. جبل هيلعب الماتش اللي جاي، ربنا يوفقه. مش جديده يعني، الراجل 2000 والبطوله اللي فاتت مع كيروش كان نجم البطوله وكان هايل يعني، فهو عنده الحته دي مش هيبقى مخضوض يعني. ابو جبل الجون كبير قوي وشخصيته تعتمد عليها، فربنا يوفقه في الماتش اللي جاي ان شاء الله. شايف المباراة اللي جاية مستر فيتوريا يتعامل مع المباراة اللي جاية دي ازاي؟ زي ما انا يعني، انا يا رب اتمنى ان هو ما يبقاش في اي حاجه، يعني يلعب بزيزو ولا يلعب بمرموش؟ خلاص تريزيجيه كده كده لازم هيلعب اساسي. لا يلعب، انا يلعب بتريزيجيه سوري، يلعب مرموش ولا زيزو؟ بمرموش وزيزو يلعب بالاثنين، انا شايف يلعب بالاثنين يعني، يلعب بمرموش ويلعب بزيزو، ويلعب في نص الملعب مروان بس لازم يبقى في واحد منهم عشان تبقى معاك، مصطفى. ما انت موجود مصطفى مش فتحي برضه، قصدي لازم يبقى في واحد منهم، انا بقى دايما ما عندي الحته دي، بتبقى سايب حد معاك تقدر تبقى تغييره ليك سواء زيزو او مرموش مثلا، فاهم تمام. قصدي هو ايه؟ خلي بالك، ما هو انت عندك برضه بره كهربا كويس قوي، هو بس كهربا بينزله متأخر قوي، لازم يديله بس شويه يعني عشان يلحق بس ما يدخل ينفعش تلعب في يعني في الجيم. الوقت ده، صعب ان انت تلعب كهربا خالص يعني في الوقت ده، يعني يبقى تغييره. ما هو تغيير، انا بتكلم على بره اللي ممكن يعني يغيروا سير المباراه، كهربا، مصطفى فتحي، مش هكدب عليك، كوكا برضو يعني حاسس ان هو ما عنده ثقه في وبرضو حاله طب هو الفريق برضو، اختاره ليه؟ يعني مش فاهم. انا دلوقتي لانه انسب واحد انا دلوقتي. مدير فني منتخب مصر، جايب واحد ما بستعينش بيه يعني ما بلعبوش، وحاسس ان هو ما عندوش ثقة، طب انا جايبه ليه معايا؟ ما انا بقول لك، هو الراجل اختياراته غريبه شويه، الراجل اختياراته غريبه شويه، وخلاص ده مش الوقت المناسب نتكلم فيه. كوكا لعيب كبير قوي، بس هو الراجل، هو كوكا محتاج برضو ثقه يعني، ربنا يوفقه لو نزل الماتش غريب جاي ان يجيب هو جون ولا نزل حاجه. كهربا وما نزلش كوكا، رغم ان في الماتش اللي فات خد بالك كانت كمية عرضيات غير طبيعية. كان ممكن محتاج كوكا اكتر في 18. فهو يعني ربنا يوفقنا الماتش اللي جاي. الماتش اللي جاي انا اتمنى والله يعني من قلبي نلعب كوره، حتى لو هنخسر بس نلعب كوره كده، ونبقى طالعين ما حدش فينا مقصر يعني. انت الماتش اللي فات هو ما صعدتش، بس المنتخب بجد كان كويس، ما كانش حد زعلان محدش اتكلم. صح. وهي دي بقى بقول لك، ده التقييم الفني. ما يجيش واحد بعد الماتش هو حافظ ومجهز الورق، حافظ مش فاهم، هو هيطلع يقول لك المنتخب كذا كذا والراجل واحد تمام. لو جو التنجيم ده انا ما بحبوش بصراحة، اللي هو توقع وعارف توقع مفيش ودي بقى ارقام، توقع في الكوره، خلاص انتهى، خلاص الموضوع ده واحد انتهى من صفر زمان. واحد من 10 من 0 وحاجات كده غريبة، الواحد مش بيشوف عارف، دي تحس ان في انا الاعدادية بتفرج بجد. واستدعى ولي امر للشناوي بقى، انا المفروض يعملوه بقى هو كمان في يجيبوه وبتاع، الاعدادية لا ومش عارف مين صفر من مفيش حاجه في الكوره اسمها كده، انا اتلغت. مفيش الكلام ده خلاص انتهى هو من زمان التقييم يا حلو يا وحش، بالظبط. وبعدين انت عايز تقول رايك، قول رايك وانتقد بس بادب، ما تهنش اللعيب، ما تقوليش ده ما بعرفش، ما فيش حاجه اسمها ما بعرفش يلعب، راجل بيلعب في منتخب مصر ايا كان اسمه ايه يعني. فاتمنى المنتخب الماتش اللي جاي زي ما انا هنا بقى نبني على كده ان شاء الله، وربنا يوفقك.